عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يلعب وشكل الفريق عنده خمسة بساحة المنافس هاي، أو يلعب يعني اثنين ثلاثة خمسة، اثنين ثلاثة داخل ساحة المنافس وخمسة يكونون وياهم ثمانية واثنين يقولوا الخلف، يعني شكل الفريق هذا تمرين مهم. خمسة بخمسة، خط المنتصف يفصل بين النصفين، حراس مرمى لا يجوز عبور خط المنتصف من أي من اللاعبين مدافعين أو مهاجمين. فالفريق الأبيض يدافع فوق ويهاجم الهدف بالأسفل، فريق الأخضر الآخر أو الأصفر يهاجم تحت، يهاجم فوق ويدافع أمام حارس مرمى تحت، فيصير والكرة واللعب اعتيادي، سواء أنه الكرة يعني تعبر بين النصفين لاعبين ما يعبرون، فمن تذهب الكرة للأعلى يكون شغل الأصفر هو خمسة ضد خمسة لمهاجمة الهدف تسجيل هدف، من الكرة تعبر الأسفل يكون واجب الفريق الأبيض هجومي يسجل بالهدف. أما هذا المدافعين بحول الكرة وحارس المرمى مثل على سبيل المثال بالأسفل، وحارس المرمى ربح الكرة أو المدافع، المدافعين ربحوا الكرة يتحولون للهجوم يعيدوها إلى زملائهم بالساحة الأخرى، هكذا الكرة ذاهب أو جاية من الدفاع للهجوم ومن هناك بالعكس هم من الدفاع للهجوم، بس وبيتحول وبيهدفين. لكن هو تحفيز اللعب بيسموه بشكل الخمسة، شكل فريق خمسة. إذا ردت أنت تعمل تحفيز للفريق وعندك تقول أنا مو خمسة شكل الفريق مالي سبعة، أوكي ممتاز. انتبه على كلامي، لأن اليوم سؤال جاني مهم، كيف أدرب شكل الفريق يعني كحجر زاوية؟ فهذا انتهى الموضوع. أو الحجر، لا الحجر الثاني بعد أن أطبق هذا عشر دقائق، أقول أي فريق مدافع، أي فريق مدافع ينجح في إيصال الكرة من ساحته إلى ساحة المنافس، يعني لنفترض الدائرة، نجح الصفراء، نجح نقل كرة بين الحارس بين اللاعبين وصلها إلى المهاجمين زملاء الخمسة بالنصف الأعلى عشان يهاجمون، اثنين من لاعبي الأصفر اللي بالأسفل ينطلقون مع المهاجمين الخمسة، فمن يذهب وياهم اثنين أبيض، فشي يصير عندي بالساحة اللي أصبحت الكرة الآن فيها بالأعلى سبعة ضد سبعة، والثلاثة دول بالأسفل يتقدمون إلى خط التماس خط الوسط، يصير عندي شكل الفريق سبعة. فإذا شكل الفريق سبعة أحرك اثنين يعني ضد اثنين خلف الخمسة سواء للأسفل أو للأعلى، وإذا شكل الفريق ثمانية واثنين يعني خلف خط الوسط أحرك ثلاثة، لما الكرة تنتقل من ساحة إلى ساحة يتحركون ثلاثة ضد ثلاثة، فيروحون ثلاثة ضد ثلاثة يرجعون ثلاثة ضد ثلاثة وهكذا ذهاب وإياب، وهكذا مع دخول الكرة لأي نصف نستحدث أما سبعة ضد سبعة أو ما يعرف بثمانية ضد ثمانية، يعني نركز على الحجر الثاني من هذه الفعالية. يبقى الحجر الثالث أو اللي احنا سميناه بلوك أوفر بلوك، بلوك بلوك يعني حجر طابوق، يصبح اللاعب الحر الآن واللاعبين أحرار بكل ساحة ما في نصفين، وطبق مفهوم شكل الفريق بسبع لاعبين أو ثمان لاعبين على الفريق. أنا موفق المولى، أسأل الله لكم ولي الصحة والعافية إن شاء الله، صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.